القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت أن تنظيم داعش بيحاول إعادة تشكيل نفسه مرة تانية، وأشارت أن عدد هجماته في سوريا والعراق في طريقها لتضاعف مقارنة بعدد عملياته السنة اللي فاتت. سنتكوم أكدت كمان أنهم بيلحقوا حوالي 2500 من مقاتلي تنظيم داعش، وده لجانب تعزيز الجهود الدولية المستمرة لمواصلة الضغط المستمر للتصدي لتهديد داعش. تحليل وافي للموضوع. معانا على التليفون استاذ ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الارهابيه. صباح الخير استاذ ماهر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. القياده الامريكيه بتقول ان تنظيم داعش بيحاول ان هو يعيد تشكيل نفسه مره تانية، حضرتك شايف الكلام ده ازاي؟ هو طبعا داعش موجود متواجد لم ينتهي تماما، وكل اللي حصل بعد موت ابو بكر البغدادي هو انتهاء تمكينه على الارض اللي هو كان مسيطر عليها تماما، والتجاء التنظيم الى الصحاري والى الباديه الواسعه جدا على الحدود ما بين سوريا والعراق، والتجاءه للقرى واماكن معينه هو استطاع ونجح ان هو يبقى فيها حتى الان. في الفتره اللي هي كانت في عهد زعيم ابو ابراهيم الهاشمي عد هيكلة نفسه بأنه اعتمد على حاجة بيطلق هو عليها اسمها جيش النخبة، يعني هو نخبة معينة من المقاتلين بتوعه وأوكل لهذه العناصر إعادة تشكيل الجناح العسكري للتنظيم بأنه يتحول إلى سلاسل عنقودية، يعني مجموعات متصلة ببعضها ومنفصلة في ذات الوقت وتقاتل عبر هجوم ليلي مباغت عبر ما يطلق هو عليه التنظيم الانغماسيين. وبدأ يلتجئ إلى هذه السياسة، وكانت الولايات المتحدة والتحالف الدولي بتنجح في لحظات كثيرة باصطياد رؤوس التنظيم وقياداته الكبار، فقتلت 4 زعماء والمتحدثين الإعلاميين للتنظيم في فترات قريبة، وكلهم قتلوا في شمال شرق سوريا، يعني في منطقة اللي هي دايما بتسيطر عليها هيئة تحرير الشام والفصائل اللي هي قريبة من تنظيم القاعدة. ده كان شيء ملفت وكان شيء غريب ان وجود هذه القيادات في هذه المنطقة تحديدا يعني. فطبعا التنظيم نظرا لاصطياد قياداته الكبار كان بتحصل له هزة كبيرة، حركية كبيرة جدا، هزة كبيرة جدا بتؤدي إلى انحدار عمليات ومستوى العمليات. لكن في الفترة الأخيرة دي هو يعني قوى الأزرع الخارجية بشكل كبير، نجح في موضوع التمويل إن هو يحصل على تمويلات كثيرة خاصة عن طريق العملات المشفرة، نجح في ان هو بسبب الخلافات وبسبب المشكلة السياسية التي لا تزال مستمرة تحديدا في سوريا، نجح في ان هو يبقى موجود في هذه المنطقة اللي هي غير مسيطر عليها وفيها فوضى، خاصة ان هيئة تحرير الشام والفصائل القريبة من القاعدة والسلفية الجهادية زي احرار الشام وغيره في مشاكل كتيرة بينهم، وفي مظاهرات بتخرج يعني شبه يومية ضد تواجد هذه الفصائل. فهو داعش نجح في الاستفادة من كل ده طبعا، إضافة إلى أحداث غزة الأخيرة وغيره واستطاعته تجنيد عناصر واستقطابها، فنجح في أنه يقوي المركز مرة أخرى على حساب المجموعات الخارجية اللي هي في الحقيقة تبددت بشكل كبير فيما يطلق هو عليه ولاية خراسان، وعملت عملية موسكو وعملت عملية إيران وعمليات كثيرة جدا، وفي دول الساحل والصحراء في أفريقيا ودول غرب أفريقيا، ودي المناطق الأكثر تأثيرا لداعش. بل بالعكس، الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت الأسبوع اللي فات عن أن قائد داعش انتقل إلى الصومال، قائد داعش انتقل من العراق إلى الصومال، وده شيء كان غريب، وهم بيقولوا نحن اصطدناك، اسمه عبد القادر اصطدناه طائرة بدون طيار، لكن التنظيم لم يلفت الانتباه لده وما اعترفش بده، والعراقيين بيتكلموا على ان رأس التنظيم هو عراقي وليس صومالي، لكنه ايضا انتقل الى افريقيا. فرغم انتقال القائد ده الى افريقيا الا ان العمليات برضه بتزداد في المركز في العراق وسوريا، واضافه من الاماكن اللي انا قلتها من شويه. يعني حضرتك بتتوقع من خلال خبرتك وتحليلك كده انه ال 2500 عنصر والمقاتل من داعش اللي بتتتبعهم القياده المركزيه الامريكيه هم موجودين او اغلبهم موجود في سوريا؟ لا لا، مش هو اعتقد ان هو لا يقصده ده، يقصده ان ال 2500 على مستوى العالم، ده طبعا عدد كبير جدا
كل مجموعة هي عبارة عن 7 أو 8 أفراد في حلقة واحدة متصلة بالحلقة الأخرى، فبيشكلوا سلسلة يعني واحدة مع بعض عشان ما يعرفوش بعض وما يعترفوش على أماكن بعض، وهذه الأمور الحركية يعني. فهو ال 2500 عنصر اللي هو مقصود بها العناصر الرئيسية في النخبة اللي هم من التنظيم ده، غير طبعا العناصر المتعاطفة والعناصر اللي هي بتمول والعناصر اللي هي بتؤدي الدعم اللوجستي، لكن دي العناصر القتالية يعني. كان في تصريح للقيادة المركزية في بيان قالت ان داعش في طريقها انها تبني 153 او انها تتبنى 153 هجوم في العراق وفي سوريا في الفترة اللي فاتت 6 شهور من عام 2024. ده بيقول ان هو الخطر بيتزايد وده بيستدعي مزيد من التأمين في سوريا وفي العراق. طبعا بص، هو هي حتى مش من ناحية عدد العمليات يعني، حتى اللي هو مؤشر الإرهاب اللي بيطلع من سيدني السنوي بيتكلم على ان قلة داعش امتاز السنة اللي فاتت بقلة عملياته وزيادة عدد قتلاه، يعني هو قل العمليات عدد العمليات لكن زاد من حجم ضحاياه في القتل أكثر يعني. طبعا في العراق طبعا ده عدد مهول في 6 أشهر من العمليات الرهيبة دي، لكن احنا لما نتكلم على الشهر اللي فات بس، الشهر اللي فات بس أكثر من 70 عملية في أفريقيا كمان. فهو في مشكلة كبيرة جدا ان في ظروف وملابسات على الارض بتؤدي الى استمرار داعش، منها الفوضى السياسية الموجودة وعدم حل المشكلات. ولما نيجي في افريقيا مثلا هنلاقي مثلا ان هو عدم الاهتمام بالرعاة والصيادين والناس اللي هي في الصحراء والمناجم وهذه الامور كلها، هو بيمتاز بان هو بيحاول عن طريق هذه الاسباب ان هو يتوغل في القبائل وفي الأماكن دي، فبيتمدد على حساب الجيوش وعلى حساب الأمن الموجود في أفريقيا، وده خطر طبعا كبير. لازم نعالج الأسباب أولا عشان خاطر يضعف داعش، ومنها الأسباب طبعا الفكرية طبعا. طيب أستاذ ماهر، حضرتك ذكرت أنه شكل العمليات اللي بيقوم بيها تنظيم داعش خلال الفترة الأخيرة مختلف، أقل في العمليات، لكن العملية اللي بيقوموا بيها بيكون ضحاياها عدد ضحايا أكبر بكتير. هل ده من الممكن أن يكون ليه تأثير على جذب تابعين جدد للتنظيم؟ طبعا يعني العمليات ونجاحه في عمل العمليات، وخاصة يعني شفنا طبعا عملية موسكو الأخيرة والناس اللي هي انتقلت من سوريا من طاجكستان، كانوا بيقاتلوا في سوريا من طاجكستان وأوزبكستان وهذه المناطق، واستطاعوا ينجحوا يعملوا عملية كبرى زي دي. ده بيؤدي طبعا العمليات الكبيرة في الإرهاب دي بتؤدي إلى في ناس بتعجب من المراهقين والشباب بالكلام ده. الشعارات اللي بيرفعها داعش خاصة شعار موضوع غزة وبيستغل الأحداث اللي بتحصل في غزة والأحداث اللي بتقوم بها مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، حتى اصطياد رؤوس قيادتهم بيستغلوه، لأن هو بيقول لك احنا كده يعني لولا ان احنا نعادي الغرب وان احنا ضد السياسة الغربية ما كانش تم استهدافنا، فده بيساعدهم على التجنيد وعلى استقطاب. الحاجات الحديثة بقى اللي احنا لازم نلتفت ليها، الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي والأمور دي اللي هي بتخليهم يغيروا صورهم وأشكالهم وأصواتهم، ويستطيع أن هو يعمل باسبورات مزورة ويتداول العملات المشفرة وغيرها من الأمور، لدرجة أن هم بيناقشوا حتى في صفحاتهم موضوع الطائرات بدون طيار وتركيب قنابل، وإزاي أن احنا نتطور في ما يسمى القتال البحري اللي هو عبر البحار وعبر اصطياد سفن ومثل هذه الأشياء. فده تطور خطير جدا، خطير لازم الحكومات تلتفت ليه، أن احنا داخلين على مرحلة هي أشد صعوبة كمان في موضوع الذكاء الاصطناعي وهذه العلوم الإلكترونية الشديدة الخطورة، يعني أنه هو هيستغلها تنظيم داعش وبتؤدي لاستقطاب أكتر وعدد أكتر. أكيد، كل الشكر ليك الأستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، شكرا جزيلا لحضرتك.